توفى زوجي واضطرنا انه نرجع الى بلادنا هون. كان الموضوع صدمة. ليش؟ لانه من حياة مستقرة ما حد يعني بدخل في حياتك، فجأة تيجي تصير حياتك كلياتها تحت المجهر. بعد استشهاد اولادنا او اعتقال اولادنا بحاجة ان حدا يوقف معانا، لان في هذه اللحظة كنا تايهين، كان معايا مهنة فما حدش احتضنني. خلال 24 ساعة بنشيل هذا الضرر اللي منها بيجي التهديد. الأشياء اللي أفرغها ما أقدر أبينها قدام أولادي وجوزي كنت أحكيها في المجموعة،